محمود المليجي. طب انا عايز سؤال بره برضو، احنا اصحاب بقى، ما انا بتكلم عشان كاني بتكلم على نفسي يعني. الوسط ملوش امان، او التمثيل كده مهنه مش دائمه، احنا زي ما بيقولوا يعني جالنا دور هنعمله، ما جاش ما فكرتش تعمل مشروع؟ ما لا انا الحمد لله دلوقتي، يعني دلوقتي بدات بقى ايه، لما لسه مجوز بنتي الكبيره. الله، الحمد لله. ايه ده؟ الله اكبر، اسم الله يعني. بنتي الكبيره اتجوزت الحمد لله في رابع يوم العيد، الحمد لله. ما شاء الله، الحمد الف بركه يا حبيبي. عرفت يعني ايه بقى ان لازم الواحد يامن نفسه، يعني مش يامن نفسه طبعا، ربنا هو اللي ان انا اعمل مشروع. اكتشفت ان انا عندي قناه وانا ما اعرفش واتقفلت، فلقيت الولاد بتوع السوشيال ميديا اللي هم من سن بناتي. ايوه، هم اللي بيفهموا في الكلام ده. الله اكبر عليهم. فقالوا لي انت مضيع حقك. فبقول لهم في ايه؟ قالوا لي انت عندك اساسا 2 مليون متابع او 3 مليون على القناه. يلا بقى حضر باسبورك. ما دلوقتي النظام الجديد ان انا عشان اسجل القناه باسمي لازم باسبور، يعني لازم تبقى عشان تبقى اجراءات. ايوه بالظبط. فهي ديت هتبقى بتدر ربح الكلام ده. طبعا والله العظيم انا عايز اعمل انا والله الكلام ده. يا ريت والله يا ناشف. بتدر ربح فعلا؟ طبعا، هتلاقي الشركات بتكلمك تعالي اعمل لنا اعلان بس، يعني بيجيب بزنس. اوبا يعني. طبعا يعني ممكن تلاقي شركة مش عاوز الاسماء عشان الاعلانات. اي شركه من الشركات اللي هي موجوده دلوقتي هتطلبك تعملي اعلان على اليوتيوب. تمام. وانت وده ما بيخلينيش انا قاعده في تتسولي. ايوه الجمله دي بقى. ما انا الحمد لله ما بتسولش، بتسول من ربنا بس. يعني ايه برضو نوضح ناس يعني ايه بتسول؟ يعني مش حاتش يعني مش حاتش. ما انا عارفه. لا انا فاهمه. لا في المهنه بتاعتنا، ما احنا عندنا كرامه. ما اللي عنده كرامه هيقعد في البيت مش هيهين نفسه، انما اللي ما عندوش كرامه ما لناش دعوه بقى، كل واحد حر. بس الحمد لله ربنا بيسترها معانا ونعم بالله. طبعا لا ربنا عليم بينا وحاسس بينا. طبعا انا لما في جوازي بنتي ربنا سترها معايا يا باشا، مع اني سنتين ما اشتغلتش بس الحمد لله اتسترها. سبحان الله سبحان الله. بس هلا هو مين العريس الحلو ده؟ اسم الله عليها. انا بنت قالت ست ده انت العريس يا عم جيد. الحمد لله يعني. ويعني دي بنتي الكبيره، الله اكبر، اسمها شيرين. مبروك يا شيرين يا حلوه. خريجة تجارة خارجية. وجوزها دلوقتي سمير برضه خريج تجارة خارجية. ما شاء الله. يعني هنا لازم نفهم برضه ايه الآباء يصاحبوا ولادهم. يعني انت كنت يصاحبوهم طبعا. هي ما قالتش لأمها هي بتحب مين، قالت لنا. والله العظيم. طبعا. وقلت لها بصي يا حبيبتي لو طلع ولد كويس هجوزهولك، قالت لي بجد يا بابا؟ قلت لها ايوه بقى كده يلا بقى. والحمد لله تمام. الحمد لله الف بركه. اتعرفت عليه وقعدوا مع بعض 4 سنين في الجامعه. ألف وبعد بركة. كده راح الجيش والحمد لله اتجوزوا وربنا يهدي سره. طب استنى بقى، ايه اخبار القايمه؟ ايه لا القايمه إيه؟ بص طلعوا اصل قانون جديد مفيش قايمه. لا وبصراحه انت بتدي نور عينك اغلى حاجه في حياتك. انا عيطت في كتب الكتاب. جوزي عيط وهو برده بيتجوز مريم وبيسلمها لعريسها. عيطت غير عادي والله. انا يعني الناس تفتكر انا بمثل، انا لقيت نفسي بنهار والمأذون عمال يطبطب عليا. انا بجد انا بيقولوا حتى موضوع القايمه دي اشاعه يعني. لا بس